الانسان تيعجز انه يتكلم في مواقع بحال هكا لانه هزيمه ثانيه في الميدان ولا ما تقبلناهاش. هذا شنو نديرو؟ الماتش كان يسالي في 5 دقائق الاولى، ضغطنا في الاول وخلقنا الفرص باش يسجلوا ضيعنا موراها مباشرة. دخلنا في واحد السيناريو اللي تيعطيك مؤشرات انه النهار ماشي نهارك. الاصابة ديال حدراف خرج نزل الايقاع لانه زكريا حدراف تيعطينا سرعة في الامام، ما عندناش مهاجمين بدلاء اللي يمكن ندخلوا في بلاصة زكريا اللي عطينا ارتفاع في الايقاع. فدخلنا وسط ميدان هجومي اللي هو جازولي، من بعد تجي مورا الاصابة ديال الطين خلاتنا نعاود نغيرو تاني الطريقة ديال اللعب ونجيبو جازولي نلعبو غريقوش ونجيبو حمزة إيت على الأدوات. اللاعب كان متكافئ في الشوط الأول، ما كانوش فرص واضحة لا لينا لا ليهم، لأنه الاستراتيجية ديالنا اللي خدمنا باش نلعبو بها تغيرات بنسبة كبيرة، كذلك حتى الغيابات ديال بعض البدائل اللي كانوا ممكن أنهم يرفعو لنا الإيقاع. الشوط الثاني دخلنا باش نقلبوا انه نرفعوا الايقاع ونسجلوا شي حوايج اللي ما تقبلهمش المنطق وما تقبلهمش العقل. فكيف يوقع لانه اخطاء مباشره هكا تستقبلوا بها الاهداف؟ حنا نتعذبوا باش نواكبوا. نهار الحسنيه خطا مباشر عطانا هدف اللي رجع الحسنيه في المباراه، نهار المغرب تطواني خطا مباشر رجع المغرب تطواني في المباراه، نهار الرجاء جوج ديال الاخطاء، فتح الرباطي جوج ديال الاخطاء، اليوم خطا، هادو اخطاء مباشره تتعطي هدف. لا غير شحال قلت لك تخدم، شحال قلت لك الوقت اللي تطيح في السلسله ديال الاخطاء اللي تتجي متسلسله متابعه وتضيع لك نقاط في المباريات، نوعا ما تيكون احباط. انه من غير المنطقي انه الخصم يجي يلعب ضدنا ما يتعذبش باش يسجل علينا، وحنايا اليوم ما فرص سانك متر سيكون تنضيعوها وما تعاملناش معها مزيان، كان بامكاننا نسجلوا اليوم ونكونوا مرتاحين. ولكن تتشوف دي سيناريو اللي تيعذبوك يخلوك تعذب في البطوله، تعذب في المباراه وتعذب في البطوله وتعذب طيله الاسبوع. الله غير يعني ما هادشي ما مقبولش، ما مقبولش، ما مقبولش نهائيا. هاد الاخطاء المباشره اللي تتعطي هدف، ما كاينه اخطاء هي عاديه تتكون في وسط الميدان تتكون في، ولكن الاخطاء هكا اللي تتعطي هدف بحال اليوم ما يمكنش. شنو غادي نديرو كاع؟ لانه حنا عندنا تركيبه ما عندهاش تجربه، ملي تيتسجل عندنا هدف تيصعب انه نرجعو في المباراه، تيصعب علينا، ماشي بحال ملي تنكونو حنا المبادرين للتسجيل. فاغلب المباريات اللي كنا حنا المبادرين للتسجيل يا فزنا فيها يا خرجنا بتعادل. المباريات اللي تيتسجل علينا ما تنقدروش نرجعو، مباراه الرجاء تسجل علينا جوج الاهداف ما قدرناش نرجعو، المباراه ديال الفتح تسجل عندنا الهدف الاول رجعنا بتعادل ولكن عاود عطينا كادو اللي سجلوا لنا هدف ثاني وصعبت علينا المباراه. اليوم نفس الشكل ثاني، عطينا هدف تعذبنا باش نسجلوا لانه تيولي عليك الضغط، تيولي التسرع، تيولي وهذا اللي شفناه اليوم. ف كيف قلت لكم صعيب، صعيب جدا، صعيب جدا انه تبدا تلعب في هذه المباريات كل نهار يخرج لك واحد خطا، كل نهار يخرج لك واحد يعطي هدف للخصم، تتصعب الأمور. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.